يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا السبت شديد الحرارة نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارا على السواحل الشمالية، فيما يسود طقس معتدل ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت.